أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الخميس اثنين أربعة القمر ما زال موجود في السرطان طبعا في نهاية النهار أو في نهاية التوقعات تبعتنا تقريبا قبل التوقعات لليوم غد ببلش القمر ينتقل لبرج الأسد طبعا القمر بما أنه موجود في السرطان راح يكون موجود في منزلة الطرفة هي المضرة والمشاكل حتى ساعات الظهر وبعدين بنتقل لمنزلة الجبهة وهي منزلة جيدة للصلح والاتفاق وخصوصا خصوصا بين الشركاء المال والعاطفة وفترة جيدة برضو للضغط على الأعداء طبعا تأثير القمر لما بيكون موجود في السرطان بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يضرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية أو ألبوم أو أشياء لها علاقة بالذكريات يجب الانتباه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث إنه نشعر بحافز أكبر للإلتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لحساسيتهم لأنها بتكون في أوجهها بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت أما بالنسبة للزوايا الفلكية فهي أول زاوية رح تكون بعد الحلقة يعني تقريبا ب. شيء قليل هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة خمسة وعشرين دقيقة مساء نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة 11 و 22 دقيقة مساءً بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك زي الفن والديكور والتجميل والكتابة والأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة ثمانية وثمانية وأربعين دقيقة صباحاً هاي يعني يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية برضو بين القمر وبلوتو راح تكون تمام الساعة تسعة دقيقة صباحا تدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة. طبعاً بما إنه القمر موجود في السرطان معناه خلو المسار القادم رح يكون هو في اثنين أربعة يعني من المفروض إنه اليوم ولكن إنه رح يكون بعد الحلقة بعد حلقة الغد رح نحكي يعني في حلقة الغد رح نحكي عن خلو المسار أكثر. هو راح يكون خلو المسار الساعة أربعة وثمانية وأربعين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش وراح يستمر لغاية الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش بيكون القمر استقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل أو مكتمل محدب تسعة أيام راح يكون في تمام الساعة تسعة واثنين وأربعين دقيقة صباحا بصير عشر أيام نسبة الإضاءة بتصير اثنين وستين في المية اما بالنسبه لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19/4 مزاجها سعيد القمر في السرطان حتى 2/4 المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى يوم 11/4 المزاج ممتزج الزهره في الثور حتى 3/4 المزاج سعيد المريخ في الدلو حتى 13/5 منتحس المشتري في الجدي حتى اربعة خمسة ،بعدين ببدأ عملية التراجع مزاج ممتزج زحل في الدلو حتى 11 خمسة ،بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج اورانوس في الثور حتى خمسة ثمانية ،وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة ،وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين اربعة ،وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا في أمور لها صلة بالبيت يعني زي الأمس القمر ما زال موجود في البيت الرابع فعشان هيك الأمور العائلية والأمور البيتية هي أكثر إشي بشغلكم خلال هذا النهار أهم إشي إنكم ما تحاولوا إنكم تفرضوا وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر التصرف العدائي ما تخالف القوانين والارشادات ممكن تعاني بهاي الفترة من الارهاق النفسي وممكن تسمع عتاب او لوم بسبب اهمالك او كلامك الجارح اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا معروف انه ضغط كبير موجود بما انه زاوية تربيع هي بين برجك وبين مكان وجود القمر فعشان هيك راح يكون في ضغط على النفسية وعلى الأعصاب في نوع من أنواع العصبية والحدية في الطباع يعني في أشياء ممكن أنها تظهر على الساحة أرقك أو تزعجك خلال هذا النهار فعشان هيك بدك تكون أنت ماسك أعصابك وما تتهور وما تعصب وما تتلفظ بألفاظ ممكن أنها تستفز اللي مقابلك أما بالنسبة للبيت الثاني أنا شايف أنه يعني الأمور تقريبا شبيهة للامس من الناحية المادية ولكن انه في فرص اليوم افضل من الامس في نوع من انواع المساعدة او نوع من انواع الانفراجات المالية نوع من انواع الدعم او يعني او الارباح او استرداد بعض الالتزامات او الديون او اعادة الفوترة وتنظيمها بشكل جيد يعني عقليتك او فكرك بيقدر يجدول هذه الامور او يظبط الامور المالية بشكل ممتاز وتكون الامور جيدة اما بالنسبه للبيت الثالث فاليوم عندك نشاط فكري اعلى من الامس فعشان هيك اليوم تقدر تقنع اي شخص بوجهه نظرك وبتقدر تتباحث مع الاشخاص بتنشط في امور كثيره العلاقه في امور الاتصالات والمواصلات في منكم ممكن ينشط بعمليه بحث او نقاش او الاطلاع على موضوع معين او دراسه موضوع معين يعني في عندك اهتمامات عاليه في امور اللي إلها علاقه بالنشاط الفكري والنشاط الحركي ممكن برضو انكم تستفيدوا بعملية التعليم او حث ابنائكم على الدراسة او الاطمئنان عليهم او نوع من التعاون مع احد الاخوة او الاطمئنان على وضعه اما بالنسبة للبيت الرابع فالامور يعني تقريبا لغاية ساعات الظهر بتكون جيدة في نوع من انواع التواصل العائلي مثل ما ذكرنا في في بداية التوقعات والاهتمام بالشؤون العائلية وانجاز كثير من الاشياء المطلوبة منكم اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم عكس الامس في امور ايجابية بتصير ما بينك وبين الحبيب ممكن نوع من انواع التواصل او الاتصال او التفقد وممكن يحصل شيء اليوم او تسمع خبر جيد له علاقة بالحظ او له علاقة بشخص بعز عليك او بتحبه او في تلاطف ما بينك وبينه ممكن اليوم يكون شيء برضه بتعلق في احد الابناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على مستوى إنجاز الأعمال في من كل يوم ممكن ينجز كثير من الأعمال المطلوبة منه أو ينشط في إنجاز أعمال متراكمة عنده بتعاون هو أحد الأشخاص لحل هذا الضغط ولكن أنه هو عنده القدرة العالية بأنه يحل كثير من المشاكل اللي بتتعلق في الأعمال ويتفاوض أو يعمل اتصالات لها علاقة في هذا الموضوع اما بالنسبه للبيت السابع فهو اليوم يعني خالي تماما من اي امور لها علاقه بالضغوط او النحوسه او الايجابيه فهو فارغ تماما بتتعامل انت والشريك على حسب طبيعتك ولكن بدك تكون حذر بما انه البيت الاول وبرضه البيت الرابع يعني وتربيع معك فيعني بكون في نوع من انواع العصبيه في الطباع او حديه او حساسيه حاول انك انت تمسك حالك شوي وحاول انك تكتسب الاشياء الايجابيه وتتجنب الاشياء السلبيه اما بالنسبه للبيت الثامن فالامور فيها نوع من انواع الضغط على بعض الالتزامات او الديون او الاشياء اللي لها علاقه بالدفعات او المشتريات اللي بتكون مجبر عليها ولكن هي بتتركز على الديون وترتيب الديون اكثر. على شغلات لها علاقة بصعوبة طلب المعونات أو المساعدات من أشخاص أو رفض أشخاص بأنهم يساعدوكو يعني أنا بنصح بالفترة هاي أنه ما تبادروا بعملية طلب الديون أو المساعدات من أشخاص الوضع ما رح يكون موفق أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع خالي تماما برضو من أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك طريقة التعامل بتكون بينك وبين أشخاص خارج البلاد أو مؤسسات تعليمية أو الدراسة أو البحوث أو النقاشات كلها بتكون روتينية بتعتمد على جهدك الشخصي فاللي عندهم امتحانات وخاصة الامتحانات اللي بتكون من خلال المنزل أو من خلال الانترنت بده يكون مستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأشخاص اللي على رأس عملهم بس بدي أحذرهم من ساعات الصباح أنه ممكن يكون في نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو المواجهة أو يعني نوع من أنواع الاستفزاز من أحد الزملاء لإلك فأنت تنرفز وتعصب حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تتجارة معه وما تواجهه حاول أنك أنت تمشيها لغاية ما تتجاوز فترة الظهر بعدها بتلاقي الأمور أخذت باتجاهك لحالها أما بالنسبة للبيت 11 فاليوم ممكن يوصلك خبر او معلومه عن احد الاصدقاء او احد الاشخاص اللي انت بتعرفهم حاول انه يستغلك او انه حاول انه يتقول عليك كلام معين او قصر معك بشيء معين فانت اليوم هذا الموضوع يستفزك فتدخل بمواجهه مع هذا الشخص حاول قدر الامكان انك انت ما تحتد وما تعصب لانه اساسا الجو مش ملائم للمواجهات في هذه الايام اما بالنسبة لبيتك 12 فلغاية ساعات الظهر الامور يعني بنقدر نقول جيدة ولكن بعد ساعات الظهر ممكن تحس ببعض التوعكات الصحية او الارهاق او امور الها علاقة بالاضطرابات الصحية مثل توعكات سريعة شعور بألم او عدم الراحة او الارهاق وبصير في نوع من انواع الكسل انك حابب انك انت تنام او تاخذ فترة راحة. أما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة بدهم يراقبوا صحتهم بشكل جيد ويحافظوا على أدويتهم بشكل جيد برضو وإذا دعا الأمر بأنك أنت تهتم بأحد المقربين أو أحد اللي بيعزوا عليك أو فيك أنت لأنه الأمر فيه له علاقة في إشي له علاقة في, في الصحة أو في المستشفيات برج الثور بتنشطوا في السفر والاتصالات طبعا لما نقول بالسفر مش كل الاشخاص محجور عليهم والسفر مش معناه السفر لبعيد السفر اللي هو التنقل ما بين محافظات او ما بين مدن والسفر هاد بيجي لاشخاص مش كل الاشخاص محجور عليهم يعني في اشخاص لسه بتنقلوا يعني في اشخاص وظيفتهم الان موجوده بالشارع فهدول اللي من مواليد برج الثور اليوم عندهم نشاط كبير بكون وعندهم حركة كثيرة في أمور لها علاقة بالتنقلات وإلها علاقة بالاتصالات أهم شيء إنه بدهم يكونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات يعني ما يتهوروا بشكل كبير وبكون يوم مناسب لاجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء دون إثارة العداوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما راح تهدى وتيرتك يعني راح يكون عندك حركة قوية جدا وعندك اتصالات كثيرة تفقد لأشخاص أمور إلها علاقة بالإخوة ممكن يكون في عندك بعض الأمور اللي إلها علاقة بحث الأبناء على أو مساعدتهم وفي منكم ممكن يطلع على موضوع معين أو يدخل بنقاشات كثيرة في منكم ممكن يطالع أو يدرس كتاب أو رواية أو أمور إلها علاقة بالثقافة أما بالنسبة للبيت الأول ففي نوع من أنواع الحدية والعصبية في طباعك بتستمر لغاية ساعات العصر وبعد ساعات العصر بيصير في نوع من أنواع الهدوء أهم شيء أنه أنت ما تحتد كثير وما تعصب كثير الأمر مش مستاهل يعني فالضغط مش كبير فعشان هيك بإمكانك أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وتطلع من هذا الضغط أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا بقول البيت الثاني جيد اليوم على مستوى الأموال فالأمور جيدة برضو على أمور لها علاقة بالتحصيلات المالية أو ترتيب أمور الفواتير أو الفوترة وفي منكم ممكن يهتم بمشتريات معينة ولكن بدك تحاذر من المصاريف أهم شيء أنك ترتب أوضاعك المالية بشكل جيد في خلال هذا النهار الفرصة ممتازة جداً وممكن انك انت تطلب نوع من انواع المساعده او نوع من انواع الدعم، وفي منكم ممكن انه يطالب بديون او مستحقات لإله وممكن انه يحصلها، اما بالنسبه للبيت الثالث فكما ذكرنا في بدايه التوقعات الامور جيده، اما بالنسبه للبيت الرابع على مستوى البيت اليوم احسن من الامس، يعني في بعض الاشياء الايجابيه بتدعمك بشكل قوي جدا. ممكن تنجز بعض التحسينات أو التعديلات المنزلية أو بعض الاهتمامات العائلية في منكو ممكن يدخل في مشروع أو أشياء لها علاقة بالصيانة أو الترتيب أو الأشياء اللي من هذا القبيل في اهتمام بموضوع عائلي رح يكون خلال هذا النهار وراح يكون بشكل جيد وبصب لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية روتينية يعني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل مع الحبيب أو الأحبة بشكل ممتاز ولكن ما تراهن على الحظوظ نهائيا في هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد جدا خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن اليوم ينجزوا كثير من الأعمال الموكلة لهم وممكن يكون في نوع من أنواع المكاسب أو الإنجازات خلال هذا النهار في منكم ممكن يهتم بموضوع تجاري جديد أو يهتم في أمور إلها علاقة بتطوير العمل طبعا إحنا بنحكي عن الأشخاص اللي هم على رأس عملهم أما بالنسبة للأشخاص اللي في البيوت اللي من ضمن الحجر اليوم بيقدروا ينجزوا أعمالهم المنزلية أو الأعمال اللي بتطلبش منهم الخروج مثل مشتريات أو تسوق عبر النت أو ما اتصالات لها علاقة بإنجاز بعض الأعمال أو تحصيل بعض الأمور اللي إلها علاقة بأعمالهم أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف البيت السابع شوي في نوع من أنواع الحدية والعصبية خلال هذا النهار فعشان هيك أي أمر بتعلق بأمور الشراكة المالية والعاطفية حاولوا تمسكوا أعصابكم ما تدخلوا لا بجدالات ولا بنقاشات حادة يعني الأمر مش لصالحكم خلال هذا النهار ممكن تتحسس من تصرف معين أو من كلمة أو يكون الشريك شوي عصبي أو فض معك بالكلام فيستفزك أو يتصرف تصرف يتدخل في شؤونك فتحتد بشكل كبير حاول تمسك أعصابك وما تكبر الأمور أكبر مما هي عليه أما بالنسبة للبيت الثامن فبنقول لك أنه اليوم يعني لا تحاول انك تطلب مساعدات او نوع من انواع الدعم الوضع مش مساعد بالنسبة لك الامور ضاغطة ممكن انه يجي يصير في نوع من انواع خيبات الامل او ناس تفشلك في موضوع معين له آه علاقة بطلب المساعدات حاول قدر الامكان انك انت ترتب التزاماتك بشكل جيد وتحاول انه اي شيء عليك من التزام او ديون ترتبه بطريقة عقلانية بدون التهور أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني تماما خلال هذا النهار يعني بمعنى آخر أن الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو اللي إلها علاقة بالأشخاص التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكون روتينية طبيعية يعني ما في أي شيء جديد أو شيء خارق للطبيعة إلا إذا كان طالعك بعزز هاي النقطة أما بالنسبة للبيت العاشر فبالنسبة للأشخاص اللي على رأس عملهم منحذرهم من مشاحنات أو جدالات مع زملائهم في العمل خلال هذا النهار أو انتقاد رؤسائهم للعمل لهم بسبب تقصير معين حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك يعني هي فترة أربع ساعات ثلاث ساعات ضغط وبعدين الأمور بتصير طبيعية وبترجع لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن أنك أنت بعد يعني ساعات الصباح تحتد على صديق معين او على موضوع معين بتكتشفه انه احد الاصدقاء او واحد متقمص شخصية صديق لإلك بحاول انه يستغلك او يضحك عليك فاليوم انت بتكتشف هذا الموضوع ممكن تدخل في حدية او مواجهة ما بينك وبينه حاول انك انت تحل الامر بطريقة عقلانية بدون العصبية في منكم ممكن اليوم ينزعج لخبر بتعلق في أحد المعارف أو الأصدقاء ليله أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بدعم شخصيتك فعشان هيك بتلاقي إنه اليوم في عندك نشاط عالي وفي عندك تحركات كثيرة ممكن تنجز كثير من الأعمال وما تخليها تتراكم عندك وفي منك ممكن يهتم بأمور صحية أو علاجية أو أمور إلها علاقة بالتغذية أهم إشي إنه أنت تأخذ قسط كافي من الراحة وما تتهور وتغامر في أشياء أنت مش دارسها بشكل جيد برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بعود له أو يحصل على هدية خففوا من النفقات. بتناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على تحصل على تسويه معينه اللي انت اساسا كنت تحلم فيها يعني اللي هي بتمشي الامور بالاتجاه اللي انت بدك بترغبه بتفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء بتبرر مواقفك اهم شيء انه وضح اي سوء تفاهم خلال هذا النهار بيكون لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف النفسية اليوم أحسن بالعكس إنت مشحون بطاقة عالية جداً عندك قدرة على التفاوض والنقاش وإنجاز كثير من الأعمال عندك نشاط عالي جداً خلال هذا النهار وعندك رغبة للتواصل عالية جداً أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات هو إيجابي بيساعدك في كثير من الأمور اللي بتتعلق في الأمور المالية. أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على أمور إلها علاقة بالتحركات والاتصالات وأمور إلها علاقة بالتنقلات وخصوصا للأشخاص اللي بيطلعوا من بيوتهم أو بتنقلوا ممكن ينشطوا اليوم في أكثر من اتجاه بيكون عندهم حركة واسعة فعشان هيك يحاولوا أنهم يستغلوا هاي الأمور بشكل إيجابي ممكن اليوم تناقش وتقنع أي شخص بوجهة نظرك فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة في منكم ممكن يهتم بامور بحث او امور دراسه او امور لها علاقه بالنقاشات او التسويق اما بالنسبه للبيت الرابع فانا شايف الامور جيده اليوم على مستوى البيت الرابع ممكن يعني تهتموا بامور المنزل من ترتيبات او تواصل او نوع من الاجتماعات او اللقاءات العائليه وفي منكم ممكن يعمل نوع من انواع التقارب مع العائله او الاطمئنان عليهم او مساعدتهم في امر معين ممكن تقلق في شأن أحد الإخوة أو الأقارب أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحظوظ فعشان هيك الحظوظ اليوم بتدعمك بشكل جيد جدا حاول تستغل الأمور بشكل ممتاز للتواصل مع الحبيب أو لمصالحة أو لمبررات أنت أشياء قصرت فيها وأخطأت فيها بالفترة الماضية الفترة هاي بتقدر تتجاوز الأمور بشكل جيد جدا وممكن الحظ يدعمك بقوة. أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على مستوى العمل بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منكم وممكن إنك أنت تتعاون حتى مع أشخاص لإنجاز كثير من المهام. لا تضيع الفرص اليوم وحاول تنجز المطلوب منك مهما كانت الظروف. أما بالنسبة للوضع الصحي فإجمالا الوضع الصحي في بعض التقلبات خلال هذا النهار ممكن تنزعج من وضع صحي معين أو تقلق من شيء معين أما شيء ما تخلي الوسواس يسيطر عليك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا بشوفه أنه خالي تماما من أي تأثيرات سلبية أو إيجابية فعشان هيك بدعمك الموضوع اليوم لكثير من الأمور اللي لها علاقة بالشراكة حاول أنك أنت تعمل مصالحاتك اليوم وتتقارب ما بينك وبين شريك المال والعاطفي ممكن هذا الأمر يساهم ببعض التحسينات أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه ضاغط بشكل كبير عليك بالالتزامات والديون وأمور إلى علاقة بالفوترة أو أمور أنت بتحاول تبحثها خلال النهار هذا على أساس أنه تعمل نوع من أنواع التسويات حاول إنك تتحرك بهذا الاتجاه ورتب الأمور البيت الثاني بدعمك بقوة. حاول إنك إنت بس ما تطلب ديون من أشخاص ما بتثق فيهم لإنه ممكن إنهم يفشلوك. حاول تركز بشكل جيد بتقدر إنك تنظم أمورك المالية بشكل جيد. أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقول لك إنه اليوم ما تحاول تدخل بنقاشات حادة. لانه ممكن انت عصبيتك تكون ظاهره على الساحه بشكل كبير في منكم ممكن يهتم بامور إلها علاقه بامتحانات او دراسه او مراجعه او دوره حتى لو كانت من خلال الانترنت حاول تركز بشكل جيد وما تهمل على اساس انه ما تكون الامور انت الخسران فيها في منكم ممكن يهتم ببعض الامور اللي إلها علاقه باشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالالتزامات البعيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقول للأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بدكم تديروا بالكم من أي شيء بشوه السمعة يعني اللي على رأس عملهم واللي غير رأس عملهم يعني السمعة اليوم ضاغطة عليكم بشكل كبير فعشان هيك لا تجازف ولا تخالف القوانين ولا تدخل بأشياء مشبوهة وحاول أنك ما تعصب وما تدخل بمواجهات مع الاشخاص ممكن تتطور لمرحله العنف حاول انك تركز وتنجز الاعمال المطلوبه منك وما تدخل بمواجهات مع زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبه لبيتك 11 فلغايه ساعات الظهر تقريبا الامور بتكون جيده ولكن ممكن مع ساعات الظهر تسمع خبر يزعجك بتعلق باحد الاصدقاء او احد المعارف وممكن تقلق بشأنه وممكن أنك أنت ما بتقدرش تسوي له أي إشي أو بعمل أي شيء حاول أنه أنت يعني تكون عقلاني أما إذا كانت الأمور أنت طرف فيها وأنت المساءلك امسك أعصابك من العصبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي بوتر الوضع الصحي عندك وبيعمل لك بعض التقلبات وبيعمل نوع من أنواع الوساوس حاول تمسك أعصابك قدر الإمكان وما تنجرف مع أفكارك لأنه وساوسك ممكن أنها تأثر على صحتك بشكل كبير حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وحاول أنك تنتبه لغذائك وراحتك بشكل جيد وعلى أساس أنك تستفيد من الوضع اللي أنت فيه برج السرطان بما أنه لليوم الثاني القمر موجود عندكم فأنتوا اليوم عند مشحونين بطاقة وحيوية ونشاط وقدرة على إنجاز كثير من مشاغلكم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء شوي واعدة بحسم إيجابي أهم شيء أنك أنت تنطلق بصفحة جديدة أو تطوي صفحة قديمة خلال هذا النهار يعني حاول أنك تنجز أشياء مهمة وترتب امورك بشكل واضح آه هاي الفتره بتحمل لك نوع من انواع التقدم وفي اخبار ممتازه خلال هذا النهار اما بالنسبه للبيت الثاني فانا شايف الامور يعني فيها نوع من انواع الدعم اللي له علاقه بالامور الماليه او المساعدات الماليه اهم شيء انك انت ترتب امورك بشكل جيد وتعرف انت ايش بدك بالضبط ممكن تحصل اليوم شيء له علاقه بالمال ممكن يجيك عن طريق تحصيل إشي مستحقات لإلك أو عن طريق دعم معين حاول أنك أنت تستغله بشكل قوي جدا لأنه راح يساعدك بالوضع الحالي اللي أنت فيه أهم شيء أنه أي اهتمامات بالمشتريات حاول أنك تركز على الضروريات وابتعد عن الأمور الثانوية أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك نشاط عالي جداً بأمور إلها علاقة بالاتصالات والاهتمامات بالأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات في منكم ممكن اليوم يكون عنده كثير نقاشات أو بحث معين أو أمور دراسية أو أمور بحثية ممكن يهتموا في أمور إلها علاقة بموضوع مطالعة أو اطلاع على موضوع معين أهم شيء أنه ابعدوا عن العصبية قدر الإمكان ممكن اليوم تقنعوا اي شخص بوجهه نظركم الاشخاص اللي على راس عملهم ممكن اليوم يسوقوا لسلعه معينه او لشيء معين وممكن ينشطوا بالتنقلات ما بين المحافظات او ما بين المدن اما بالنسبه للبيت الرابع فانا شايف الوضع في البيت ممتاز في نوع من انواع التقارب العائلي في اشياء ممكن تنجزوها جيده جدا خلال هذا النهار وممكن تهتموا بامور الها علاقه بترتيب او تحسينات او تجهيزات او صيانه او امور الها علاقه بالبيت في نوع من انواع التقارب العائلي موجود وممكن تبحثوا مساله عائليه مهمه خلال هذا النهار ويكون لك دور فاعل. اما بالنسبه للبيت الخامس فاليوم لا تراهن لا على العاطفه ولا على الحظوظ يعني بدك تتعامل بشكل روتيني حاول انك انت ما تنجرف وراء اي ضغوط ممكن انها توتر العلاقه العاطفيه حاول انك انت تكون ايجابي وحاول انك تعمل نوع من انواع التقارب والمصالحات ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبه للوضع الحدود بقول لك اليوم ما تراهن على الحدود نهائيا اما بالنسبه للبيت السادس فانا بقول لك انه الامور يعني شبه روتينيه هو ممكن تنشغل على أشياء داخلية على مستوى البيت أو أشياء أعمال ملفات بتهتم فيها بتحاول تنجزها من خلال البيت الوضع الصحي إجمالا جيد ما في أي مخاوف أما بالنسبة للبيت السابع فبقول لك على مستوى الشراكة ممكن يصير في نوع من أنواع الملاسنات أو الحساسية بالتعامل بردة فعل سلبية حاول تمسك حالك قدر الإمكان عشان الأمور ما تكبر بينك وبين الشريك إن كان بالمال أو بالعاطفة طبعا الضغط هذا راح يكون في ساعات الظهر هي أهم فترة إنك تمسك أعصابك فيها أما بالنسبة للبيت الثامن فهو اللي بضغطك بالالتزامات والمتطلبات المالية حاول إنه قدر الإمكان ترتب أمورك وأوراقك بس أهم نقطة إنه ما تحاول إنه أنت تحرج حالك بطلب ديون من أشخاص ما بتثق فيهم ثقة كاملة لأنه سهل جدا أنه أي شخص يفشلك في الفترة هاي وما يقدر يساعدك حاول قدر الإمكان بس أنك أنت ترتب أمورك وتعرف ترتب فوترة أمورك والتزاماتك بالشكل الجيد عشان الفترة القادمة ممكن تحمل لك فرص أحسن أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع القلق أو الخوف على شخص خارج البلاد أو أشخاص خارج البلاد يعني بأرقك هذا الموضوع أو ممكن يكون خبر يكون هيك في نوع من أنواع الحدية يجيك من برا فعشان هيك بدك تمسك أعصابك وما تنفعل ببداية الخبر صحيح إنه الإشي ممكن يكون مزعج ولكن إنه برضه بدك تمسك أعصابك ، اللي عندهم إمتحان أو عندهم دراسة خلال هذا النهار خصوصا لو كانت دراسة منزلية بدهم يركزوا بشكل جيد لأنه سهل جدا أنها تطاير المعلومات من روسهم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور شوي ممكن تضغط على السمعة في فترة الصباح حاول أنه أنت أي شيء بضغط على سمعتك أو بيحاولوا أنهم يشوهوا سمعتك باتهامات بكلام اتجاوزوا بكل سهولة لأنه مع هاي المدة مدتها ساعتين ثلاثة وبعدين الأمر بيختفي حاول انه ما تحتد عشان ما يصير التاثير طيله النهار اما بالنسبه للبيت 11 فهذا اللي بيحمل لك نوع من انواع القلق على صحه احد الاحبه او ممكن خبر يزعجك او نوع من انواع الاشياء اللي بتتصرف فيها احد الاشخاص اللي يدعوا انهم اصدقاء لك فبيستفزك الموضوع بشكل كبير فبتطلب منك الرد او المواجهه امسك اعصابك قدر الامكان وما تخلي الامور تحتد لانه في اشياء ممكن تصل لمرتبه القطيعه. اما بالنسبه لبيت المتاعب فهو جيد، هو اللي بيعزز شوي من نشاطك وبدعمك بشكل قوي انه انت امن اي خيانات او غدر بالفتره هاي. حاول انه فقط انك تراقب امورك بشكل جيد، اهم شيء راقب وضعك الصحي، ابعد عن الوساوس والافكار السوداء، ما تخلي الاوهام انها تسيطر عليك خلال هذا النهار. يعني الأمور اجمالا جيدة وبتدعمك بشكل جيد بدها بس انه انت تستفيد من الفرص وما تضيعها عليك. برج الأسد طبعا لليوم الأخير بسيطر التعب عليكم القمر موجود في بيت المتاعب ما زال موجود فعشان هيك بضغط عليكم بشكل كبير. حاول انك انت تنجز فقط ما بوسعك من عمل عاجل واخلد ولا الراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل او التعب الصحي خلال هاي الفترة ممكن تحس انه في عبء كبير موجود الامور مش ماشية مثل ما بدك يخيب املك ممكن تتأجل امور او تلغى امور خلال هذا النهار طبعا بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب فحاول قدر الامكان انك انت ما تيأس يعني الامور يوم وبكره ان شاء الله وبعدين القمر بصل عندك الامور كلها هاي بتتغير فعشان هيك انا شايف ليش بحكي لك هذا الحكي لانه حتى بيتك الاول في نوع من انواع الضغط فالعصبيه موجوده عندك بحديه وعاليه فعشان هيك سهل جدا انك انت اليوم تتفوه بكلام بعصبيتك تخلط الدنيا كلها في بعض حاول تمسك أعصابك قدر الإمكان من التهور والعصبية والاندفاع والتهور أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني في بعض بصيص الأمل لنوع من أنواع المساعدات أو الدعم ولكن أنه مش بالشكل الكافي أو الشكل اللي أنت بدك إياه هو ضعيف جداً تقدر اليوم ترتب أمورك المالية وترتب التزاماتك والمستحقات اللي عليك بشكل عقلاني إذا أنت فكرت أنك ترتبه أما إذا ضيعت الفرصة هاي فالبيت الثامن راح يضغط عليك بشكل قوي جدا يعمل المطالبات هاي مزعجة لإلك بس نوصل البيت الثامن راح تعرف اللي أنا بقوله أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا بقول لك الأمور جيدة جدا خلال هذا النهار عندك نشاط فكري عالي جدا ممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن تعمل مباحثات أو دراسة معينة أو تحل بعض المسائل العالقة خلال هذا النهار ممكن تهتم في أمور علمية أو بحثية أو دراسة وممكن تهتم بقراءة رواية أو بحث معين ممكن تنشط أو تنشط بعضكم ينشط بعضكم في عملية حث أبنائهم على الدراسة أو مساعدتهم في دراسة موضوع أو على أمور لها علاقة بالرياضة أو الحركة أو النشاط أو الأشياء اللي إلها علاقة في هذا الموضوع. أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت جيدة في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أهل البيت في نوع من أنواع التواصل أو الترابط حاول قدر الإمكان إنك أنت تستغل الفرصة هاي لتقريب وجهات النظر في منكم ممكن يهتم بموضوع عائلي مهم وممكن ينطرح مسألة للنقاش وأنت تكون يعني متصدر في عملية الجواب ولكن حاول انه ما تحتد وتتحسس من ردات الفعل اللي ممكن انهم يحاولوا انهم يحبطوا عزيمتك او يشككوا في رايك فما ما تتاثر بشكل كبير اما بالنسبه للبيت الخامس فانت البيت الخامس اليوم بدك تكون حذر جدا من اي اتصالات عاطفيه او انك تراهن على الحظوظ لانه برضه هو ضاغط بشكل كبير بسبب لك نوع من أنواع التأزيم للعلاقة العاطفية وممكن تدخل بنقاش أو خلاف عاطفي خلال هذا النهار بسبب حساسيتك بدك تمسك أعصابك قدر الإمكان وحاول أنه أنت تتعامل بالأشياء بشكل روتيني عشان ما تكبر الأمور وتكبر الخلافات أما بالنسبة للحظوظ فما تغامر بالحظوظ نهائيا أما بالنسبة للبيت السادس فأنا بقول لك الأمور جيدة على مستوى البيت السادس فعشان هيك بيكون في نوع من انواع انجاز الاعمال او المهام ممكن دراسات او حتى اوراق وملفات إلها علاقه بالعمل ممكن تنشطوا فيها اللي عندهم اعمال اليوم بينجزوها على اكمل وجه اما بالنسبه للبيت السابع فانا شايف من ساعات الصباح في نوع من انواع الحديه في التعامل مع الشريك ممكن حساسيه او سوء تفاهم او عدم الرغبه بالكلام او الحوار او الجدال ممكن يأزم الأمور ويستفز الطرف الثاني أو يستفزك، فحاول قدر الإمكان ما تعمل أي شيء ممكن يوصل لمرحلة الاستفزاز. أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط بشكل سلبي كبير زي ما حكينا لما كنا نحكي عن البيت الثاني، فعشان هيك ممكن تتراكم عليك الالتزامات والدفعات وممكن يصير عليك نوع من أنواع المطالبات اللي ترهقك. حاول إنك أنت ترتب أمورك بشكل عقلاني ما تحاول تطلب مساعدات أو ديون خلال هذا النهار من أشخاص ما بتثق فيهم لأنه عادي جدا رح يفشلوك وممكن أنه يصير في نوع من أنواع تحميل الجمايل حاول قدر الإمكان ما ترضخ بسبب ضعف معين أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة بتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك في منكم ممكن يهتم بامور علميه او دراسيه او يبحث بلغه جديده او يهتم بامور الها علاقه بالفلسفه او علم النفس او الدين ممكن تبحثوا في مسائل الها علاقه في دول خارجيه او اهتمام بدوله معينه او ممكن امور الها علاقه باشخاص خارج البلاد بتحاول تتصل معهم اما لمساعدتهم او نوع من انواع التواصل للاطمئنان عليهم اما بالنسبه للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى السمعة ضاغط بشكل كبير فعشان هيك ما تبادر لأي شيء يشوه سمعتك خلال هذا النهار حافظ على إنجازاتك وابعد عن أي شيء ممكن يشوه السمعة مثل مخالفة القوانين الأعمال المشبوهة المغامرات الغير مدروسة بصير تهور في هيك أوضاع أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بشكل قوي جداً في العلاقات والمعارف ممكن يساعدوك في مسألة معينة وممكن أنت تطلب منهم العون في شيء معين فهم يبادروا إما بالإشارة أو النصيحة أو بمساعدتك ولكن في ساعات العصر ممكن تحتد وتعصب من رفض صديق لإلك هاي المساعدة أو ممكن أنك تكتشف أنه هو خذلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جدا دعمك بشكل قوي جدا فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وما راح تسمح لإيش أنه يتراكم بالعكس عندك نشاط عالي جدا لإنجاز المهام حاول قدر الإمكان تستغل هاي الطاقة والقوة بإنجاز كثير من المهام والأشياء اللي تضغطك وخصوصا أنه القمر احنا قلنا أنه هو موجود في بيت متعبك ولكن الطاقة اللي موجودة في بيت المتاعب بتعزز انه انت ممكن تطلع من كل اللي احنا ذكرناه ان اردت ذلك. برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في لقاء او اتصال يعني بكون سعيد. تجنبوا انتقاد احدهم بناسبك العمل من ضمن مجموعة أو من ضمن زملاء أو من ضمن الأهل أنت بحاجة لتحالفات خلال الفترة هاي ممكن تفرح لتفاهم الآخرين إلك وممكن تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل طبعا هذا الكلام للأشخاص اللي بيطلعوا من البيوت يعني جزء منه للأشخاص اللي على رأس عملهم وجزء منه للأشخاص اللي في البيوت فالاهتمامات هي كلها راح تكون اجتماعية وعلى مستوى الأصدقاء والمعارف والمساعدات أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد جدا بدعمك بشكل قوي جدا ممكن يعزز من طاقتك يخليك تنجز كثير من الأعمال والمهام خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه على المستوى المالي الأمور جيدة تقدر تنجز كثير من الأعمال اللي لها علاقة بالمشتريات أو التسوق أو ترتيب الوضع المالي أو الحصول على بعض الأموال المستحقة لك أو المترتبة لك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الحوار والنقاش تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وممكن تحثوا أبنائك على الدراسة أو في منكم ممكن يساعد أبنائهم بموضوع دراسي ممكن تهتم بموضوع العلاقة بأحد الإخوة أو أحد الجيران ورح تهتموا بامور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات مثل التلفونات او الكمبيوترات او اي شيء له علاقة في هاي الامور اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد جدا بدعمك بشكل قوي جدا تقدر اليوم انت تعمل نوع من انواع المصالحات او التقارب العائلي ممكن تعمل لقاء عائلي عندك في البيت او تهتم بعيلتك بشكل كبير او متطلباتهم في منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالصيانة أو الترتيبات المنزلية أو بعض الأعطال المنزلية يهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بقول لك حاول إنك ما تراهن على الحظوظ نهائيا وفي ساعات الظهر دير بالك من أي حساسية أو ردات فعل عصبية بينك وبين الحبيب أما باقي النهار فالأمور جيدة ممكن تكون صالحة للتقارب أو للمصالحات. اما بالنسبه للبيت السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبه منك ممكن ترتب امور ما كان سهل انك انت ترتبها بالفتره الماضيه ممكن تهتم بملفات او معاملات او بعض الامور اللي لها علاقه بالانجازات العمليه وتحاول انك تساعد نفسك او ترتب اوراقك او مشاريعك بطريقه عقلانيه يعني تفكر في امور الشغل بطريقه عقلانيه واللي عندهم اشغال منزليه بيقدروا انه ينجزوها من خلال المنزل اما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك بشكل طفيف جدا ما بينك وبين الشريك فعشان هيك في نوع من انواع التقارب او التواصل او تحميل المسؤولية تقسيم او تجزيء المسؤوليات يعني كل واحد فيكم عارف مسؤوليته ايش هي وبحاول ينجزها على اكمل وجه اما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط على الدفعات والمصاريف والمتطلبات يعني الاموال اللي ما بتعود لك الديون والقروض والاشياء اللي من هذا القبيل هي اللي بتضغط كثير من مواليد برج العذراء خلال هذا النهار وبقول انه اذا دعت الحاجه انك تطلب ديون او تطلب سلفه من شخص معين حاول انك انت تكون واثق من الشخص هذا قبل ما تطلب منه عشان ما يفشلك اما بالنسبه للبيت التاسع ممكن يصلك خبر من بعيد يارقك او يقلقك خلال هذا النهار واللي عنده دراسة أو مواضيع بيقدر يديرها من خلال البيت أو الاتصالات الخارجية يكون حذر ويحاول يستعد بشكل جيد على أساس أنه ما يفشل أو ما ينصدم بالأخبار اللي ممكن تجي من برا أو من شركة أجنبية أو من مؤسسة تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جداً على مستوى الاشخاص اللي على راس عملهم بيقدروا ينجزوا كثير من الاعمال المطلوبه منهم بالتعاون مع زملائهم او رؤسائهم بالعمل وبالعكس ممكن حتى يوكل لهم عمل خلال الفتره هاي ينجزوا بقوه وثبات، اما بالنسبه لبيتك 11 فكما ذكرنا انه بيت الاجتماعي القمر موجود فيه فبنشط بتنشط في الامور الاجتماعيه والاتصالات مع الاصدقاء. أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي بضغط على الوضع الصحي عندك بيجيب لك أشياء غير متوقعة ممكن يرهقك أو تكون شاعر بالتعب أو ببعض الإرهاقات حاول أن قدر الإمكان تمسك حالك وحاول قدر الإمكان تراقب وضعك الصحي وتنتبه لراحتك ولغذائك برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين طبعا هذا بيتعلق بالأشخاص اللي على رأس عملهم ووسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح أهم إشي أنك تقلل من التوتر أما بالنسبة للبيت الأول فيعني في يعني فيه نوع من أنواع الحدية موجودة عندك نوع من العصبية المزاجية نوع من يعني شغلات اللي ممكن هتأثر على نفسيتك بشكل سلبي فعشان هيك يحاول أنك تمسك أعصابك وتضبط أعصابك بدون انفعالات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة يعني في ممكن يكون في امور لها علاقه بالامور الماليه او المساعدات الماليه او بعض المشتريات او الالتزامات او ترتيب الوضع المالي اهم شيء انه تقلل من مصاريفك خلال هذا النهار عشان ما تضغط حالك ماليا وخصوصا انه البيت الثامن ضاغط اما بالنسبه للبيت الثالث فانا شايف انه يعني نشاطك مش كثير اليوم في نوع من انواع الكسل عندك في نوع من انواع الحديه في الطباع في نوع من انواع عدم النفس بالتواصل مع المحيط، في اشياء لها علاقه بحث الابناء على الدراسه او الاشياء الاساسيه بالتواصل والاتصالات ولكن مش بال بالرغبه القويه اللي بتكون دائما موجوده عندك. اما بالنسبه للبيت الرابع على مستوى البيت في اشياء خلال الصباح ممكن يصير تصرف معين او شيء معين يخلق نوع من انواع المواجهه او التوتر او العصبيه حاول قدر الامكان انك تمسك اعصابك وما تثور بسبب سوء التفاهمات حاول انه لو صار في عطل منزلي او شيء تعالجه بعقلانيه يعني ممكن بعضكم ينشغل في امور لها علاقه بالصيانه او الاعطال المنزليه او الامور اللي لها علاقه بالاخبار السيئه اللي بتتعلق باحد افراد العائله اما بالنسبه للبيت الخامس حاولوا انكم ما تغامروا لا ب بت... يعني الاعتماد على الحظ وفي نفس اللحظة ما تغامروا في علاقتكم العاطفية لأنه ممكن اليوم يصير في نوع من أنواع سوء التفاهم أو ردات الفعل العصبية أو نوع من أنواع التوتر الإشي بده نوع من أنواع العقلانية في سوء تفاهم أو حدية بالطباع موجودة عندك فعشان هيك ممكن تتحسس من أي تصرف عاطفي خطأ أو مبرر خطأ أما بالنسبة للبيت السادس فالامور جيدة على مستوى العمل يعني بتقدر تنجز الامور المطلوبة منك بنوع من انواع الروتين او الليش الرتيب. حاول قدر الامكان انك تنجز هاي الاعمال ما تخليها تتراكم حتى لو تعاونت مع اشخاص معينين. اما بالنسبة للبيت السابع في نوع من انواع الضغط على العلاقة بالشراكة المالية والعاطفية في حدية في الطباع ونوع من انواع المزاجية في تحسس أو حساسية عالية من التصرفات فممكن تغضب أو تعتب على الشريك لأنه قصر معك بشيء أو بادر بشيء ما بناسبك أو بناسب مزاجك. أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط عليك بشكل سلبي عشان هيك بنقول لك بدك تدير بالك من الأمور المالية المشتركة. حاول إنه ترتب ديونك بشكل جيد يمكن يكون في نوع من أنواع المطالبات أو المضايقات المالية عليك. حاول انك ترتبها وتقلل من مصاريفك حاول انك ما تطلب مساعدات من اشخاص ما بتثق فيهم او قدرتهم على مساعدتك اما بالنسبة للبيت التاسع فبتنشطوا في الامور اللي لها علاقة بالدراسة او البحوث او الامور اللي لها علاقة بالسياسة بالدين بالفلسفة ممكن تبحث عن موضوع معين او تنشط بامور لها علاقة بالمناقشات ولكن في المقابل منكم اشخاص ممكن يهتموا باشخاص خارج البلاد او بمؤسسات تعليميه او باشياء لها علاقه بالتعليم عن بعد او ممكن تقديم امتحانات او اشياء من هذا القبيل. اما بالنسبه للبيت العاشر فهو البيت اللي موجود القمر فيه ومثل ما ذكرنا في بدايه التوقعات، اما بالنسبه لبيتك 11 فهو ضاغط عليك على مستوى العلاقات والاصدقاء فممكن يكون في سوء تفاهم أو حدية بالطباع من تصرف أحد الأصدقاء أو ممكن يكون في خبر يزعجك من تدخل أحد الأصدقاء في خصوصياتك فهذا الإشي ممكن يأثر على مزاجك وعلى ردة فعلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو إيجابي بدعمك بشكل قوي فعشان هيك يعني معظم الأمور هاي بتكون نحكي مؤقتة يعني بتنتهي يعني بتغضب وبترتاح بتعصب وبترتاح فبظل الأمور فيها نوع من أنواع التقلب انه برضه بعطيك هذا نوع من انواع النشاط انه انت بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكله لك وفي نفس اللحظه ممكن تراقب وضعك الصحي او صحه احد المقربين لك او تهتم في امور لها علاقه بالمكملات او التغذيه او الفيتامينات او الاعشاب برج العقرب ممكن اليوم تنشغله في امور كانت من المفروض انها تكون واقعية وهي أمور زي السفر ممكن أوراق أو معاملات أو أشياء لها علاقة بملفات بتتعلق في أمور السفر أو في أشخاص خارج البلاد ما في سفر صحيح أنه الدنيا كلها مسكرة ولكن ممكن تنشغل بالتفكير في أمور لها علاقة في هذا الموضوع أو ممكن يكون في عندكم نوع من أنواع الاتصالات البعيدة أو تكثيف الاتصالات البعيدة مع أشخاص خارج البلاد أو مع مؤسسات تعليمية أو أشياء لها علاقة بامور الاوراق المحاكم او المستندات كونوا اكثر صبر اثناء قياده السياره خصوصا في الشوارع المفتوحه ممكن تعيش اجمل اللحظات واكثرها حظا خلال هذا النهار في نوع من انواع الدعم الايجابي راح يكون معك ممكن تختفي المنافسات والعداوات وبتسهل جميع الامور اللي لها علاقه بالتحركات اهم شيء انك انت تستغل الفرص أما بالنسبة للبيت الأول فهو بيعطيك شوية حدية أو نوع من العصبية أو المزاجية في طباعك خلال هذا النهار فعشان هيك بتتقلب الأمور عندك ممكن تحس في لحظات أنك مخنوق أو نرفز أو معصب من شيء أنت ما بتعرف إيش هو أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط أو الالتزامات أو المشتريات الكثيرة يعني في نفقات مطلوبة منك خلال هذا النهار في خلال المساء ممكن يطرأ شيء له علاقة بالمساعدة أو بنجدتك أو في نوع من أنواع الدعم. أما بالنسبة للبيت الثالث فهو إيجابي بدعمك على مستوى التحركات والاتصالات والنقاشات، فأنت عندك قدرة عالية جدا اليوم على إقناع أي شخص بوجهة نظرك. في منكم ممكن يبادر في أمور تعليمية أو دراسة أو مطالعة أو اهتمام في أمور بحثية أو إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وممكن حث أبنائك على الدراسة أو مساعدتهم في موضوع من هاي المواضيع ممكن تناقش اليوم بموضوع معين ويكون هذا الموضوع شوي بتطلب عقل يعني كبير تثبت وجهة نظرك أنت وتكون أنت القادر على هاي النقطة أما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من أنواع الاهتمام المنزل اليوم بأشياء لها علاقة بالأعطال أو بالإرهاقات المنزلية أو المتطلبات اللي بتكون متراكمة عليك زيادة فرح تتعب اليوم بشكل كبير ممكن تهتم بأمور لها علاقة بالعائلة أو نقاشات أو سوء تفاهم حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك فقط والأمور بتمشي على خير أما بالنسبة للبيت الخامس فما تغامر اليوم لا على أمر عاطفي ولا على أمر حظ. يعني حاول إنك تتعامل مع الأمور بشكل روتيني خصوصًا مع الأحبة أو طريقة التواصل معهم يعني الأمر بدعمك بشكل إيجابي في نقاط معينة. أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد يعني اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال والمهام المطلوبة منك. ما في أي شيء ممكن يعطل عليك أو ممكن إنه يشغلك. يعني عندك هدف معين حابب إنك إنت اليوم تنجزه. في ساعات المساء ممكن يكون في نوع من انواع المساعده او مبادره معينه بتنشلك لك او بتساعدك في امور العمل، ممكن بعضكم يهتم بصحته او بصحه احد المقربين له اما بالنسبه للبيت السابع فشايف الامور يعني شوي فيها نوع من انواع التفاهم او التأقلم ما بينك وبين الشريك، ممكن تنجزوا بعض الاعمال او تتفاهموا على مسأله معينه أو نوع من أنواع المساعدة يعني هذا الإشي شوي بيدعمك وبيعطيك دفعة جيدة وخصوصا لما بصير في نوع من أنواع التفاهم والتأقلم. أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني الأمور المالية ممكن يكون في عليك شوية نفقات اليوم أو التزامات أو مطالبات مالية ممكن يأرقك هذا الموضوع لغاية ساعات المساء وبعدين في أمور جديدة راح يعني تظهر على الساحة بتعطيك بوادر أمل في نوع من أنواع الدعم والمساعدات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمر يعني شيئا ما جيد ممكن اليوم تنجزوا كثير من الأعمال أو المهام المطلوبة منكم على أكمل وجه ولكن بدك تحذر من العصبية في ساعة الظهر أو ردات الفعل العصبية اللي ممكن إنها تستفزك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فهو جيد على مستوى العلاقات والاصدقاء والتواصل معهم وممكن تتفاهموا أنت احد الاصدقاء على مساله معينه يكون في نوع من انواع الدعم او المساعده وبكون ايجابي ولمصلحتك ومصلحته. اما بالنسبه لبيت المتاعب فهو جيد جدا بس انه شوي بياثر عليك سلبيا من الناحيه النفسيه والافكار النفسيه، حاول قدر الامكان انك ما تتوسوس وما يتهيأ لك بعض الامور وما تجتهد في امور صحيه لأنه ممكن أنها تكون خطأ وتأذي نفسك أو تأذي غيرك خصوصا النصائح برج القوس بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرص لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن من طرف آخر بدك تدير بالك هو ضاغط عليك بشكل سلبي البيت الثامن فعشان هيك بدك تكون حذر تصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولإعادة ضبط الأمور أو إعادة الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري اما بالنسبه للبيت الاول فهو شوي ضاغط عليك بشكل سلبي فعشان هيك بتلاقي انه اليوم عندك نوع من انواع المزاجيه او العصبيه او ردات الفعل السلبيه حاول انك تمسك حالك وتتمالك حالك لانه الوضع مش سهل يعني ممكن عصبيتك هاي توصلك لمرحله الهجوم او ممكن انك تكون عدائي اما بالنسبه للبيت الثاني فالامور جيده على المستوى المالي ممكن شوي يكون في نوع من انواع المساعدات او الدعم حاول انك انت تستغلها بشكل جيد رتب امورك الماليه والتزاماتك بشكل واضح على اساس انه ما تنحسب عليك امور يعني تكون ضاغطه في الفتره القادمه وتكون سلبيه اما بالنسبه للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات وال والامور اللي لها علاقه بالدراسه او المطالعه او الحركه فعندك نشاط عالي جدا في كل الامور اللي ذكرناها وممكن تهتم في مسألة لها إما بنقاش أو أمور لها علاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فعشان هيك بضغط عليك بشكل قوي جدا أو حاول أنه تمسك أعصابك ما في داعي لأي ردات فعل مع العائلة أو مع المقربين لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الحدية والعصبية في التعامل مع الحبيب عشان هيك حاول انك ما تتحسس وما تتهور وما تعصب بدون ما انت تدرس الموضوع بشكل جدي وعقلاني حاول انك ما تغامر في اي شيء له علاقة بالحظوظ لانه الحظ مش حليفك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم عندك قدرة على انجاز كثير من المهام والاعمال الموكلة لك ممكن تنجز اعمال صعب على اي انسان انجازها في خلال الفترة اللي انت ممكن تنجزها عشان هيك عندك قدرة عالية جدا اليوم للاهتمام بالاعمال او الانجازات، اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الامور اللي لها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية في نوع من انواع التفاهم والتأقلم ما بينك وبين الشريك، فعشان هيك يحاول انك انت تتباحث معاه ممكن تصلوا لحل معين او لمساعدة معينة الى الفترة الحالية او المستقبلية. اما بالنسبه للبيت الثامن فكما ذكرنا في بدايه التوقعات بالنسبه للبيت التاسع فارغ جدا من الحظوظ ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل بشكل روتيني على مستوى الدراسه والامتحانات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اي شيء له علاقه بالامور العلميه والدينيه والفلسفيه يعني كلها هاي امور بتعتمد فقط على الروتين اما بالنسبه للبيت العاشر فهو جيد جدا وخصوصا للاشخاص اللي على راس عملهم بيقدروا ينجزوا كثير من الاعمال المهمه وممكن الاشخاص اللي مش على راس عملهم اليوم يدافعوا عن حالهم او يفرضوا رايهم او يثبتوا انهم على قد المسؤوليه او امور بتحافظ على مساعدتهم في اشياء العلاقه بالسمعه أما بالنسبة لبيتك 11 فهي في نوع من أنواع الضغط مع علاقاتك مع أصدقائك ممكن اليوم يصير في نوع من أنواع التوتر أو أشياء لها علاقة بالمواجهة أو تنرفز وتعصب من سبب بسبب أحد الأصدقاء تدخل في حياتك أو بحاول يفرض حاله أو يتحكم فيك أو ممكن أنه يفشي سر لإلك فعشان هيك ممكن يصير في نوع من أنواع المواجهة أو الحدية بالطباع بينك وبين أحد المعارف اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي بيخلق نوع من انواع الوسوسة والافكار اللي مش مضبوطة فعشان هيك حاول قدر الامكان ما تستسلم لهي الوساوس وما تجهد حالك وما تتعب حالك خذ قسط كافي من الراحة راقب غذائك بشكل ممتاز وحاول انه انك ما تستسلم للوسوسة في منكم ممكن يهتم بصحته او بصحة احد المقربين لإله. برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة بما أن القمر موجود مقابلكم مباشرة فعشان هيك الشراكة المالية والعاطفية هي اللي بتأثر عليكم بشكل كبير عشان هيك بنقول ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم خصوصا بالعمل أو بالعاطفة هاي فترة متوترة ممكن تتورط في أزمة ما وممكن تضطر للإبطاء بمسار معين او اتجاه امر معين حاول انك انت تتاقلم وتفهم انه ممكن كثير من الامور تكون بطيئه بتسارعها او بخطواتها ممكن تغير نمط معين كنت انت متخذه بالفتره الماضيه فتغير وجهه نظرك خلال هذا النهار اهم شيء انك ما توجه انتقادات لحد وما تحاول انك تستفز تستفز احد لانه القمر مقابلك مباشره اما بالنسبه للبيت الاول فالنفسيه فيها نوع من انواع التوتر فعشان هيك ممكن انه يظهر على الساحه اي شيء يستفزك حاول قدر الامكان انك تشحن حالك بطاقه ايجابيه وانت عندك قدره على هذا الشيء اما بالنسبه للبيت الثاني فالامور جيده على مستوى البيت الثاني في نوع من انواع المساعدات المالية او ترتيب الوضع المالي ممكن تكون بساعات ما بعد الظهر في نوع من انواع الضغط المالي للمصاريف او المطالبات او اوراق مالية او مستندات او مطالبات فعشان هيك هذا الإشي بضغطك بشكل سلبي، اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشط بامور لها علاقة بالاتصالات وامور لها علاقة بالتنقلات وممكن كمان يكون في نوع من انواع النقاش أو البحث في مسألة معينة ممكن تبحث في مسألة علمية أو دراسية أو تحليلية بتساعدك في المجال اللي أنت متخصص فيه عندك قدرة عالية لإقناع لا أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو ضاغط على مستوى العائلة بشكل قوي فعشان هيك يحاول أن قدر الإمكان ما تحتد وما تعصب من تصرفات أحد أفراد العائلة ممكن يستفزك بطلب معين أو بتصرف معين أو ممكن يصير عندك بعض الأعطال أو الاهتمامات في أمور لها علاقة بأوراق أو مستندات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على أمور التواصل مع الحبيب والأمور بالعكس يعني قوية جدا بالحظوظ فهذا بدعمك على المرحلتين إما مع الحبيب أو على مستوى حظك أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل بشكل قوي جدا فممكن اليوم تهتم في أمور عملية أو تنجز بعض الأمور اللي ممكن يكون في منها مربك ولكن بالنسبة لك الأمر طبيعي جدا تنجز وانت مبسوط وعندك القدرة على هيك وممكن يصلك خبر عن نتائج لأمور عملية انت عملتها في السابق تكون هي نجالة لك ومساعدة بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيت الشراكي مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط عليك في أمور لها علاقة بالوضع المالي وخصوصا الأموال المشتركة فعشان هيك في نوع من أنواع الحدية والتعصب أو ممكن أنه يكون في بادرة من أحد الأشخاص ضغطتك بسبب مطالبات مالية أو بعض الالتزامات أو بعض الضغوط اللي ممكن انها توترك حاول قدر الامكان انك انت تمسك اعصابك وتجدول الامور وترتبها بطريقة عقلانية بدون عصبية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات الخارجية مع اشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام باوراق قانونية بتساندك وبتساعدك للمرحلة القادمة في منكم ممكن يهتم بامور العلاقة بالدراسة أو الدراسة المنزلية أو الامتحانات أو حتى نقاشات علمية أو الاهتمام في المجال الديني والفلسفي وعلم النفس والأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما ما في أي تأثيرات على مستوى بيت العمل بالمؤسسات الكبيرة في نوع من أنواع الضغط ممكن يكون في ساعات الصباح ولكن أعتقد أنه ما رح يكون مؤثر على الجميع عشان هيك بنقول انه بيت السمعه جيد ما في اي تاثيرات عليكم اما بالنسبه لبيتك 11 فهذا ممكن يعني شوي يزعلك من تصرف احد الاصدقاء او من تصرف احد المعارف فيثير غضبك عشان هيك بدك تمسك اعصابك قدر الامكان لانه مش اي شخص بيستاهل انك انت تعصب حاول انك تدرس الموضوع بطريقه عقلانيه جدا وخصوصاً إنه الشخص هذا إما إنه صديق أو شخص بتقمص لباس الصديق وبحاول إنه يستغلك أو إنه بحاول يتدخل ويفرض حاله في حياتك، حاول قدر الإمكان إنك تتعامل معاه بحكمة وما تستسلم لهاي الأمور. أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو خالي تماماً إلا إنه في بعض الأفكار والوساوس اللي ممكن إنها تأثر عليك، حاول إنك ما تستسلم. ولا هاي الامور وما ترضخلها لها على اساس انه ما تكون عبء او حمل عليك في الايام القادمه برج الدلو طبعا القمر موجود في بيت الصحه بيتك السادس بيت العمل والصحه عشان هيك اليوم تتراكم الاعمال عندكم حاول انجاز ما بوسعك ودون اهمال صحتكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير أو تقصير في العمل. طبعا في منكم ممكن يشعر بأشياء إلها علاقة بالآلام السريعة وخصوصا إلها علاقة بالأسنان أو إلها علاقة بالأعصاب تحديدا. اما بالنسبه للبيت الاول فانا شايف انه الامور على مستوى البيت الاول يعني النفسيه شوي مضطربه او في نوع من انواع العصبيه او الحديه في المزاج خلال هذا النهار ممكن بعض التشاؤميه او الافكار اللي ممكن انها بتارقك اما بالنسبه للبيت الثاني فالامور جيده ف يعني لا ما زلت مسيطر على الامور الماليه في بعض البوادر الماليه او المساعدات الماليه او أو الترتيب أو الفوترة ممكن إنها تدعمك بشكل قوي خلال هذه الفترة، ولكن في عندك متطلبات مالية ومصاريف حاول إنك أنت ترتبها بشكل جيد بدون ما إنك تلجأ ل اللي هي المصاريف في غير الحاجة. أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني روتينية طبيعية لغاية ساعات العصر، بعدين بصير عندك نوع من أنواع الاتصالات الكثيرة أو التحركات الكثيرة ممكن تهتم بأشخاص أو ممكن تدخل بنقاشات أو بحوث أو أشياء من هذا القبيل، حاول إنك تركز بشكل جيد على أساس إنه ما تتسجل الأمور ضدك، لأنه ما بدك تعتمد بس على سرعة بديتك، بدك تكون محضر حالك بشكل جيد. في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات. أما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من أنواع الضغط أو المواجهة داخل البيت. في اشياء بتأرقك او بتأزم عليك وضعك في البيت، ممكن تدخل بعض الاشخاص في في شؤونك او ربطك او مضايقتك بتقييد حركتك، حاول قدر الامكان انك انت ما تعصب وما تنرفز يعني الامور بتمشي بس هو هاليوم في نوع من انواع الضغط وبعدين الامور بتصير يعني شيئا ما خف من هذا الضغط، حاول قدر الامكان ما تحتد وما تعصب من اي شخص من اللي حواليك في البيت. في منكم ممكن يهتم بامور لها علاقه بامور منزليه زي اعطال او الاهتمام بتصليحات او بعض المشتريات اما بالنسبه للبيت الخامس فهو جيد على مستوى الحظوظ وعلى مستوى العاطفه فبدعمك بشكل قوي جدا ممكن اليوم تعمل اشياء كثيره لها علاقه بالحب او بالغراميات او التواصل او ممكن انك انت تنجز كثير امور تعتمد فيها على الحظ وتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات فهي تقريبا يعني إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بيت الشراك المالي والعاطفي فارغ تماما من الحظوظ فعشان هيك لا بدعمك لا إيجابيا ولا سلبيا بدك تعتمد على طاقاتك وقدراتك في التعامل مع الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور شيئا ما إيجابية بتدعمك ممكن يجي بعض الفرص للمساعدة أو لمعاونتك أو مساعدتك وخصوصا وضع حلول أو قدرة على ترتيب الفواتير والالتزامات المالية اللي موجودة عليك أو المطالبات حاول أنك ترتبها بعقلانية وأنت عندك قدرة على هذا الأمر أما بالنسبة للبيت التاسع فهو فارغ تماما ما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية عشان هيك بتتعامل مع مستوى الاتصالات الخارجية بشكل روتيني أو مع الأشخاص اللي خارج البلاد حاول قدر الإمكان أنك ما تنفعل وما تعصب أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بضغط على بيت السمعة حاول ما تجازف بسمعتك وما تعمل أي شيء ممكن يعمل علامات استفهام على السمعة يعني لا مغامرة لا مخالفة قوانين لا مجازفات لا أعمال مشبوهة هاي كلها بدك تتجنبها بالفترة هاي لأنه سمعتك على المحك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح ممكن تحتد من تصرف أحد الأصدقاء أو تعصب أو يعني يثير حفيظتك إنه ليش تصرف هذا التصرف؟ حاول تمسك أعصابك بدون ما تثير المشاكل يعني تمشي الفترة على خير إن شاء الله. أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني شوي الأمور فيها نوع من أنواع التوترات النفسية والعصبية فعشان هيك قلنا دير بالك على الأعصاب ممكن يصير عندك مشاكل بالأعصاب مثل الأسنان أو عصب المعدة مثل شد المعدة أو ألام المعدة زي القرحة والأشياء اللي من هذا القبيل حاول تأخذ قسط كافي من الراحة وحاول أنك تنجز الأعمال المطلوبة منك فقط لا غير برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أم يعني اليوم بقدم نوع من أنواع الفرص المناسبة للمصالحة ولتسوية الخلافات وكذلك التعارف والارتباط في نشاطاتك عندك نشاطات متنوعة خلال هذا النهار وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالية يعني الفترة هاي إيجابية بأنه القمر موجود في بيتك الخامس بساعدك وبدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الأول هو اللي شوي بأرقك بيعمل لك نوع من انواع العصبيه وردات الفعل العصبيه حاول قدر الامكان تمسك حالك من العصبيه وردات الفعل اما بالنسبه للبيت الثاني فالامور يعني شيئا ما فيها نوع من انواع المصاريف او المطالبات الماليه او نوع من انواع الضغط المالي حاول انك ترتب امورك وتفوترها بشكل صحيح وما تحاول تلتزم باشياء انت ما عندك قدره على الوفاء فيها أما بالنسبة لبعد العصر الأمور بتصير إيجابية ممكن يصير في بوادر أمل أو بعض انفراجات أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا على أمور التحاورية والعلمية والتواصل والاتصالات والمواصلات الاهتمام بكمبيوترات أو السيارات أو الهواتف أو أشياء من هذا القبيل ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن تتباحث في مسائل عدة خلال هذا النهار ممكن تدرس مواضيع معينة أو تطلع على مواضيع معينة وتكون إيجابية، أما بالنسبة للبيت الرابع فأمور البيت هادية جدا في نوع من أنواع التأقلم أو التواصل العائلي العالي جدا، ممكن اليوم تفرض حالك أو تطلب أشياء بتساعدك أو بتعزز مكانتك في البيت، أهم شيء إنه أنت تركز على المطالب تاعتك، في اجتماع عائلي أو خبر سعيد ممكن يسعدك أو ممكن يكون في لمة عائلية وفي بعض الإنجازات خلالها أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على أمور إنجاز الأعمال المطلوبة منك يعني لو عندك أعمال اليوم وحاب تنجزها بتنجزها وانت مبسوط عندك قدرة عالية على إتمام أعمالك في ممكن أمر صحي شوي هيك بعض الخربطات الصحية أو بعض التلبكات حاول انه ما تستسلم للهواجس والامور بتمشي على خير اما بالنسبه للبيت السابع فانا شايف الامور جيده على مستوى التواصل ما بينك وبين الشركاء المال والعاطفه فعشان هيك اليوم تقدر تبادر في مصالحه معينه او تبادر في عمليه وضع حلول او خطط معينه على اساس انها تساعد ما بينك وبين الشريك او للخطه المستقبليه في تقارب واضح اما بالنسبه للبيت الثامن في فراغ عالي جدا في الامور هذا وضغط سلبي عشان هيك الامور الماليه بتارقك وفي نوع من انواع الالتزامات او المطالبات او الفواتير او القروض او الديون بتارقك بشكل كبير بالفتره هاي، حاول انك ترتبها بشكل عقلاني وما تلتزم باشياء انت ما بتقدر انك انت توفيها يعني في دفع عليك حاول انك ترتبها وتعرف كيف تسددها. اما بالنسبه للبيت التاسع فضغط كبير عندك على أمور البيت التاسع برضو على مستوى الاتصالات والنقاشات ممكن تحتد لأي نقاش بصير ما عندك رغبة بالدراسة ولا المطالعة وعندك إهمال حتى أهم شيء ما تدخل بنقاشات في أمور أنت ما عندك خلفية كاملة فيها ومش دارسها بشكل جيد عشان ما تتسجل عليك ممكن يصلك خبر من برا أو من بعيد يزعجك من أحد الأصدقاء أو بسبب مشكلة معينة مع أحد المحبين خارج البلاد. حاول فقط إنك إنت يعني تمسك أعصابك. أما بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة بنقول إحنا جيد رغم إنه في ساعات الصباح ممكن يصير شيء معين يحاول إنه يشوه سمعتك ولكن بتفرض حالك باقي النهار وبتعالج المسألة هاي وما بتخليها تكبر. اما بالنسبه لبيت الصداقه والمعارف فبقول لك دير بالك انه خلال النهار ممكن تكتشف احد الاشخاص المقربين لإلك اللي بيلبس قناع الصديق وهو في الواقع مش صديق ممكن بيستغلك او بيستعطفك او بيحاول انه يتدخل ويفرض حاله في مجال حياتك او في حياتك فهذا بسبب نوع من انواع المشاكل والحديه وممكن انه يوترك هذا الموضوع او يزعجك وفي منكم ممكن يسمع خبر عن احد الاصدقاء او المعارف يزعجه. اما بالنسبه لبيت المتاعب فهو جيد خلال هذا النهار ممكن انت تنجز كثير من الامور بدون تباطؤ او تلكؤ صحيح انه بيسيطر عليك الوسواس في ساعات الصباح شوي تتوسوس او بتهتم او بتنهم لخبر معين حاول قدر الامكان ما تستسلم باقي النهار بعالج باقي الامور هاي كانه الامر ما كان فيه ولا شيء والأمور إن شاء الله بتكون طبيعية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء